أصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية ودافي على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وكمان في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس اليومين دول، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة والرياح اللي موجودة اللي احنا بنتعرض لها بقالنا كذا يوم. بالفعل، يمكن احنا خلال 72 ساعة الماضية شهدنا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية. حسينا بانخفاض درجات الحرارة بالفعل بسبب وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق، كمان كانت الكتل الهوائية جافة نوعا ما، فحسينا أكتر بانخفاض درجات الحرارة، والقيم درجات حرارة أقل كمان من اللي احنا قلناها. لكن اعتبارا من اليوم هنبدأ نشهد تحسن في درجات الحرارة واستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ درجات الحرارة ترتفع ارتفاع طفيف جدا عن الامس بحوالي درجتين. يعني اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس به الاجواء الربيعيه المائله للدفء على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، اجواء معتدله تماما على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، اجواء مائله للحراره على جنوب الصعيد. ده هيكون خلال فتره النهار، خاصه مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس ووجود اشعه الشمس. لكن فترات الليل اول ما اشعه الشمس هتغيب هتظل درجات الحراره منخفضه، وهيكون فرق كبير بين فتره النهار وفتره الليل يتجاوز العشر درجات. هتظل الاجواء بارده على اغلب محافظات الجمهوريه. كمان اليوم هيحصل اعتدال في سرعات الرياح، يمكن ده هيحسسنا بالاستقرار في الاحوال الجويه وهيحسسنا بالدفء فتره النهار، وكمان هيؤدي للاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط والبحر الاحمر، لان احنا خلال الايام الماضيه شهدنا اضطراب شديد في الملاحه البحريه. اليوم هيكون في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين. طب هي الرمال دي مثيره للاتربه، او عفوا الرياح دي مثيره للرمال والاتربه؟ هو اليوم مش هيكون في نشاط للرياح في اغلب مناطق الجمهوريه فيما عدا بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومش هتكون مثيره لاي رمال والاتربه اليوم تحديدا، لكن وارد جدا خلال الايام القادمه يكون في بعض الاتربه والرمال المثاره في المناطق الغربيه اقصى السواحل الشماليه الغربيه. اليوم الظاهره الجويه هتكون مأثره معانا، ويمكن شفناها فتره الصباح الباكر، هو تكون الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ويمكن كانت كثيفه في بعض الاماكن خاصه في محافظات الوجه البحري، وادت لانخفاض في الرؤيه الافقيه. والشبوره هي اللي هتكون الظاهره المؤثره معانا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. على مدار هذا الاسبوع هتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هتكون الشبوره المائيه، لان احنا خلال هذا الاسبوع خلال الايام القادمه هنشهد مزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه، هنبدا نشهد ارتفاعات في درجات الحراره تبقى ملحوظه اكثر مع منتصف الاسبوع، يعني تحديدا من غدا الاحد تبدا درجات الحراره ترتفع، ومصادر الكتل الهوائيه تكون مصادر كتل هوائيه جنوبيه من مناطق صحراويه، فنبدا نشهد ارتفاع في درجات الحراره، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس واحساسنا بارتفاع درجات الحراره. غدا متوقع عظمى على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه، مع يوم الثلاث توصل ل 32 و33 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، جنوب الصعيد توصل ل 35 و36 درجه مئويه. فاحنا على مدار ايام الاسبوع اللي جايه هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، مهم جدا ناخد بالنا يعني بقدر الامكان فتره النهار نتجنب التعرض لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره فتره الصيام. فتره السحور لازم نتناول قدر كبير جدا من المرطبات والسوائل. مهم كمان نوعيه الملابس، مع ارتفاع درجات الحراره بلاش نرتدي الملابس الصيفيه، لان بعد ارتفاع درجات الحراره درجات الحراره مره اخرى هتنخفض، فترات الليل بيحصل فيها انخفاض، فاحنا اكيد فتره النهار لو خففنا الملابس لازم فترات الليل نرتدي الملابس الشتويه، او يكون معانا جاكيت لو احنا خارجين نلبس الجاكيت عشان طبعا نتجنب نزلات البرد.
وتكون القياده بهدوء تام خلال فتره الصباح الباكر او مع اي ظاهره جويه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 23 والصغرى 14، العاصمه الاداريه 23-14، اسكندريه 22-14، العلمين الجديده 22-13، مطروح 22-14، دمياط 22-14، بورسعيد 21-13، الاسماعيليه 24-12، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 22-14، كاترين 16-8، طابة 21-14، حلايب 25-17، شلاتين 27-18، شرم الشيخ 25-17، الغردقة 26-16. هنروح للفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 13، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 26-13، أسيوط 25-12، سوهاج 26-13، قنا 26-15، الأقصر 27-16، أخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 16. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية علشان تحافظوا على سلامتكم وتاخدوا بالكم إن في رياح مطيرة للرمال الأولى أتربة في بعض المناطق. الظاهرة الجوية الأشهر والموجودة معنا ومكملة لحد يوم الثلاثاء اللي جاي الشبورة المائية، ونلتزم بالتعليمات المرورية عشان توصلوا أشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. مرة تانية مصطفى وفاسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا.